لأنه سيصطدم بما يلي. وهذا الحديث أيضا للتيار الصدري مثلا، التيار الصدري مثل الآن الأغلبية المكون الشيعي، إذا ذهب إلى التوافق فمعنى ذلك سيشتبك مع قواعد الجماهيرية، لأن انتخبوه على أساس برنامج حكومي قائم على أساس الأغلبية. اثنين، سيشتبك مع الإرادة الجمعية للعراقيين اللي هم بالأساس 80% ما انتخبوا أصلا، والعودة إلى التوافق معنى ذلك أنه سندخل في دوامة الفساد وسوء الإدارة. ثم الاشتباك مع من؟ مع المرجعية التي طالبت بقضية الأغلبية حتى يتحقق عنصر الشخص السياسي الذي سيستهدف بشكل مباشر. لأن المشكلة بالتوافقية وين؟ يا هو اللي تلزم يقول أنا ما مسؤول، العب فلان، وتتشتت المسؤولية ويتشتت الرأي العام وتضيع دائرة المحاسبة على المقصرية التي تجري. الآن الأغلبية وجدوها الخيار الذي سيحدث تغييرا ناعما حتى نبتعد عن التغيير الخشن أو الصلب، خشية من الاشتباك والاصطدام. أكو سلاح عشائري، أكو سلاح منفلت، أكو سلاح فصائل، أكو إرادات قد تتدخل من أجل خلق اضطراب. فوجدوا أن مسألة المرحلة الانتقالية أن تكون عبر الانتخابات حتى يوصل إلى وجود برلمان. تمام. ولكن مشروط أن البرلمان أن يشكل حكومة أغلبية. فالخيار الخطر مين؟ إن لم تقبلوا بحكومة الأغلبية فعليكم أن تذهبوا، أن الإرادات التي ستؤثر ستذهب باتجاه متبنيات التغيير الخشن وليس التغيير الناعم أو الصلب.